مرحبا بكم في لايف اليوم 25 نوفمبر، والذي نستهله هو راح نديرو كما قنوات العار والاستحمار وخاصة قنوات اليتيمة، راح نبدأ ونستهل هذا اللايف بنشاطات رئيس الجمهورية. نشاطات رئيس الجمهورية اليوم، رئيس خدم ما مشاش يعني تحركي بولو باسمه تأسية باش عز عائلة دعية الشياكر رحمه الله. الوزير حطني في صحف بدور وقلوا بلي كان وزير في نشاطة الرئيس وزير التجارة الأسبق، ولكن كان كذلك برلماني، كان نائب برلماني، كان في برلمان 77، وكذلك كان سفير الجزائر في موسكو، وانا تعرفت عليه في موسكو لما مشيت نغطي الالعاب الاولمبيه لسنه 80 اللي جرات في موسكو، وتعرفت عليه ليه. طبعا انسان نزيه، منين بكري كانوا حتى ما عليهم يكونوا زعما يسرقوا ما يديروا. بدات السرقه مع الشادين من 81 وبدات تفتح باب السرقة في 81 لما داروا قانون التنازل عن أملاك الدولة، من هي بدأت السرقات وبدأت تنحر، ومع الباب ومع كذا بدأت البلاد تخلع. دونك نشاطات الرئيس عنده تعزئة، ومن بعد روحوا للموقع رئاسة الجمهورية. أيوا، واش عنده نشاطات الرئيس؟ 24 نوفمبر ما كان والو، 23 ما كان والو، 22 ما كان والو، في 21 ايوا استقبل اردوغان وجوز معاه لاجورني وراح. ومن بعد واش عندنا؟ نشوفوا بالصور باش ما تقولوش بلي رانا هذيك، بالصور نشوفوا نشاطات رئيس الجمهوريه، النشاطات كامله ديالو. هاي خويا شوفوا رئيس الجمهورية في سمانة واش خدم، في أسبوع واش دار رئيس الجمهورية واش خدم؟ ما خدم والو، إنا ريان فيه. سمعتوا؟ هاي شوف كل نشاطات الرئيس. ألو نهار اليوم 25 عزة، دونك ما خدمش حاجة أخرى، ما دار والو. نهار 21 يعني 24 و 23 و 22 ما كان والو. من بعد تحبط 21 قلنا كما قلنا استقبل رئيس الجمهورية التركية. نهار 21 قال لك الرئيسان هذاك دار مع تركيا. فوالا ما كان حتى شيء. نهار 20 قال رئيس الجمهورية يعين السيد محمد حسوني مستشار ممكن بشؤون دينية، هذه ما فيها حتى نشاط، ما ينوض ما يتحرك. دونك نشاط الوحيد اللي داروا انه تلاقى مع اردوغان جا الجزائر، والباقي الله ينوب. من نهار 17 لليوم نيت خدمة والو، من نهار 17 لليوم 16 قالك شرف على اختتام مشغال هذاك الملتقى، وكانوا اللي يولوا ثاني يسموا ما كان والو. هذا رئيس ماشي يخدم اتون بارسيال، ماهوش قاعد يخدم يعني نص نهار ولا لا، ما يخدمش خلاص. ما تقول لي راهو داخل عنده كش ما يشوف، مش من دواسة يشوف، ما كان حتى مشروع، راه قيد الإنجاز ولا راه ينطلق، ما عنده حتى زيارة ميدانية. واش يدير؟ واش يخدم؟ أو يخلص برديد هذا راه يا صاحبي، أو يخلص بالدوفيز وبالدينار. إيه نعم، يخلص بالدوفيز وبالدينار، والميزانية تاع رئاسة الجمهورية أكثر من ميزانية قصر ليليزي، على بالك؟ ميزانية رئاسة الجمهورية الجزائرية
اكثر من ميزانيه ليزي، يعني ميزانيه رئاسه الجمهوريه الفرنسيه. شي يخدم شي يدير هذا كنقولوا راهو يعتبر ان باراسيت، هذا عنصر طفيلي، تقول عنصر طفيلي، لانه هذا اللي راهو يخرس برديدة دراهم ومبلوكي البلاد وما يخدمش، ما يخدمش. حنا بيناكم هاي شوف لي واش من نشاط، ونرجع حتى تحت 16، انه في 16 قارك الشرف على نشاط اختتام فعالية الأسبوع العالمي المقاومة التي الأمل، ومن بعد ما كان والو دار سيامس ألور نهار 14 إلى نهار 14 سيامس الوزارة نهار 14 ما عندك والو، يعني هذا ما هوش محل الدراهم، قد يعرف الحلال والحرام تبون، تبون ديجا راهو ولد حرام، نقولها ونعاودها، تبون ولد حرام، أنا بروديك في الحرام، هنا في رئيس الجمهورية راهي ملفات وراهي إنجازات وراهي بلاد راهي مكونية، بلاد راهي مهلوكة، بلاد راهي الناس ما لحقتش على عدس واللوبيا، بلاد حابسة، باراليزي، مشلولة. قلنا بلي راهو يخدم، ماهوش خدمها الموقع تاع رئيس الجمهورية اللي عطنا نشاطة الرئيس، موقع نشاطة رئيس الجمهورية يعطينا نشاطات نشاطات مديرية الإعلام، الموقع هذا يعطينا نشاطات مديرية الإعلام، دونك نشوفو يعطينا المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي، يعني كيما المدير كما سيد السعيد كيما تبوني يعزي، حتى هذا يعزي مدير المديرية العامة. ما في وفاة الصحفي أكل يحموني، الله يرحمه، هذا وين سمعنا وش توفى 25 يعني اليوم، الله يرحمه. الله يرحمه. سينا ما عندك والو في موقع رئاسة الجمهورية، دونك عندك تعزية تاع مدير الاتصال وتعزية تاع رئيس الجمهوري، وحدة تاع تركيا، هذا واش عندك؟ هما حاطين اجتماع وزارة نهار 14، اجتماع خاص بمجلس الوزراء، قداش هذايا؟ والجميع ما دامنا نتكلموا على حتى تشوف الصحف بدوره، ما عندهم حتى شيء ينقلوه على رئيس الجمهورية، ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى شيء، لا الشروق ولا الخبر ولا النهار، ما عندهم حتى شيء يتكلموا عليه. كنترول عالمي في محرز، حطنا هذا على محرز، حتى غير الفوتبال تعزي في وفاة، رحنا النهار يربروني واش دار مديرية الاتصال تاع رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي أكلي حموني، ورئيس الجمهورية ينعي وزير التجارة الأسبق بعياشياك. فوالا، مادام نتكلموا على مديرية الإعلام مديرية الاتصال تاع رئاسة الجمهورية، درك نعطيكم عفسة شابة بزاف بزاف بزاف، شوفوا هاد المديرية كيفاش راهي تسير في موقع رئاسة الجمهورية، نشوفوا هذا بعد الجينجل طبعا. الله أكبر، الله أكبر، هشام عفوة، هشام عفوة.